هاي منطقة حي الشهداء الثانية، لا مسؤول لا شيء لا محافظ، كل أحد ما جانا أبد، بس إن أحد يجي يشوف بالشتاء فوق الرصيف المي يصعد أبد، طلاب ما حد يقدر يمشي، لازم يطلعهم من الشول ويصعدون لي فوق قبل على المدرسة، يعني مشي ما حد يقدر يمشي، سيارات لا تزال تفيض بالمي، سيارة تفيض بالمي لن تطلع، إذن بس مسؤول يجي يشوف، خلي ما نريد شيء بس خلي يجي يشوف هاي الحالة، هاي كلها على حسابنا احنا سويناها، سوينا شلون نقنطر بنيه ببلوك، يعني لا بوري لا شيء، كل شيء ماكو، شو اسمع بس تنكوها قبل تقع، اطفال تخوف تقع من فوقه. هاي النفايات ماكو لا بلديه لا ابو مجاري، هاي المنطقه اي مطر تفيض يعني ما حد يطلع باب الحوش، والمدارس لازم يطلع ترعى شلون من هناك وشلاب بالشتاء والله العظيم اكثرنا احنا هذا هناك بيتنا ما حد يطلع باب الحوش. لازم نشكل ونعبره ونلبس على ليق. والعالم كله متبدلة والله العظيم يوميا واحد واقع هنا. هاي منطقة الشهداء. والله معاناتنا شوف هاي ما حكينا تكرم مجابل الطلاب ما يقدروا يروحون على المدرسة ما يقدرون يعني هاي بشدة تفيض يصير فيضان هنا. أنا بالنسبة لي رجعت وصلونا شارع لهنا وجابوا حفارات وحفروا قالوا حنسوي لكم مجاري والبواري حملوها قالوا راح يجي مقاول هنا يسوي لكم البواري يسوي مجاري دفن على اساس صندوقيه وكل شيء ما سوونا واحنا نريد منكم من الله من عندكم سبحانه وتعالى تسوونا هاي تكرم يسوونا المجاري هاي تكرم المزبله يشيلونا يجيبونا حاوياتي.